السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفيديو جديد من حمزة للسيارات. لكن قبل ما نبدأ الفيديو أحب أهني المنتخب السعودي العظيم الأخضر زراية التوحيد بالفوز اليوم على الأرجنتين 2-1، ويا رب يكون في تقدم. أنا يعني ماليش أوي في الكورة، لكن أي شيء بيسعد السعودية أنا بكون سعيد جدا. بحب يعني أي شيء يفرح البلد دي بيفرح قلبي وبيفرحنا إحنا كمصريين مغتربين، سواء يعني هنا في السعودية أو في مصر، يعني يمون علينا أهل السعودية في كل شيء. اليوم كلامنا إن شاء الله هيكون عن أسوأ سيارتين ما تشترهمش خالص ولا تفكر تشتريهم، وإن اشتريتهم حاول تتعامل معاهم بسلاسة وتكون متابع الصيانة بتاعتهم. هي الهيونداي فيرنا، والسيارة التانية اللي هي النيسان صني. طبعا انا ملاحظ ان الفرنه يعني شغاله تاكسي كتير، وطبعا ما بنقولش لاصحابها ان الموضوع في حاجه، لكن انا كمستخدم لازم انصح المستخدم اللي زي ان هو ما يحاولش يستخدم السياره دي. لكن انت بتشتغل عليها عشان ارزاقي، وهي رخيصه على قد الايد وبتقدر ان انت تطلع منها رزق. لكن اهم حاجه في الاول وفي الاخر صحتك اهم شيء، حياتك واسرتك طبعا. واحنا بنتكلم في موضوع السيارات في المجمل، مش كشخصك او ان الحاجه دي بتعيبك، بس بنقول لك ايه الافضل انك تشتريه أو تب بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما حضرتك شايف الهونداي فيرنا هي السيارة متواضعة، بينزل منها الأوتوماتيك قليل جدا، أغلبها كلها بيبقى اللي هو الجير العادي. السيارة هتلاقيها منتشرة في بعض المناطق في مصر زي بورسعيد وسوهاج وميت غمر، بتشتغل طبعا تاكسي وتوصيل. لكن السيارة الثبات بتاعها ضعيف جدا جدا جدا، وزن السيارة خفيف أوي، تحس إنك راكب ورقة بتطير منك على الطريق، بيعمل الحوادث كتير. الفرامل بتاعتها ضعيفة، المقاعد غير مريحة للسائق والركاب، صوت الموتور بتاعها مسموع جدا، الإطارات بتاعتها يعني أتمنى من الله اللي بيشتري حتى سيارة لو جديدة يغيرها، يعني غير الإطارات بتاعتها والكاوتش. وخلي بالك يعني أنت لازم تهتم بيها جدا، لأن السيارة دي يعني إحنا بنسميها في مصر سيارة الموت، بس أنا آسف لفظ بس هو ده كده الكلام بتاعها. تاني سيارة هي نيسان صاني، رغم إن السيارة نزلت بتشكيل جديد وواجهية وشاشة وتحكم سرعة وجنوط ومنظر جديد، وصراحة المنظر الخارجي بتاعها جميل جدا، لكن السيارة تعتبر أداءها ضعيف جدا مقارنة بالسيارات المنافسة. السيارة طبعا ضيقة جدا بالنسبة للمساحة، خصوصا المقاعد الخلفية بتاعتها. الصاج الخارجي بتاعها تحس إن هو فيبر وورق جدا. برضو ضعف الثبات، لما انت فوق 100 120 بتحس ان السيارة معاك مش قد كده، معاك خفيفة جدا على الطريق. السيارة طبعا بالنسبة لينا احنا في مصر، بشوارع مصر زي ما انت عارف فيها مطبات كتير وحفر ويمين ويسار وفوق وتحت ودنيا تانية، السيارة مش بتبقى مساعداك في انك تتحرك بسرعة وتاخد راحتك. طبعا يعني السيارة دي ما بننصحش بيها ان الناس تجيبها وتشتغل فيها. لكن اذا انت اشتريت السيارات دي حاول تغير الزيت بتاعها وتهتم بيها، بس تاخد بالك انك ما تجريش بيها، ويا رب توصل بالسلامة. اتمنى الفيديو يعجبكم ان شاء الله.